من جديد اهلا ومرحبا بكم كل الناس اللي بتتابع صباحات سودانيه من خلف الشاشه و93.6 منصات التواصل الاجتماعي تتواصل صباحات سودانيه ومن الشباب الى الشباب، من المبادرات الشبابيه الى السينما الشبابيه، وده ملفنا الثاني لحلقتنا اليوم، سينما الشبابيه خلف الحزام. ضيفي في الاستوديو الاستاذ يعقوب حسين، هو مؤلف ومخرج. اهلا ومرحبا بك، صباح الخير عليك يعقوب. تسلم كثير، صباح الخير لكل المشاهدين الكرام. جد سعيد جدا اليوم اكون ضيفا في برنامج صباح السودانيه وعلى قناه السودانيه 24. نورتنا والله. تسلم كثير، يعطيك العافيه. كيف اصبحت؟ تمام والله؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والله تمام، يعطيك العافيه يا رب. طيب بدايه يا يعقوب، ال يعني انت درست الصحافه؟ نعم. صحيح. نعم. وعملت معلق رياضي. نعم. طيب خلاك شنو انت تنتقل للسينما؟ يعني الصحافه هي يعني مجال كبير، وكمان برضو يعني التعليق الرياضي برضو يعني هو برضو مستقبل، او هو برضو طريق، يعني هل خلاك تسيب الطريقين ده وتمشي للسينما شنو؟ والله انا ما سبت الصحافه ولا سبت التعليق الرياضي. في التعليق الرياضي من هنا احب يعني اشكر افراد اسرتي، يعني من وليد، احمد حسين، وحسوني، وموسى، وادم، وحسين، كلهم جو رياضي جميل جدا. غرضه في حب الكوره وعشق الكوره، فسوقوني النادي، بالذات وليد سوقني النادي، خاصه 2006 كاس العالم. فسام الشوالي متعني شديد، وحبيت سام الشوالي، ولفتك ولفتني للتعليق الرياضي. ايوه حبيت التعليق الرياضي، وبالذات يعني في بيتنا كلهم كبروني من جانب الرياضه، فبنشجع في المشجع مانشستر، بنشجع تشيلسي، بنكون في مخالطه، جو رياضي جميل جدا رغم صغر سني. هم كبروني في الرياضه. عما صحافه، فحبي للاعلام من بدري. يعني في بتذكر في الاساس بزاروا الطلبه يقول عايز يكون دكتور، عايز يكون ضابط، باشمهندس. فيعقوب محمد حسين يقول عايز يكون اعلامي، اعلامي، من غير ما اعرف انه التعليق داخل الاعلام. اما السينما 2013 كانت هي البدايه، ومشيت التلفزيون قناة النيلان، وكده كانت ناقلة الدوري الممتاز. كنت تحت التدريب مع المعلق الرياضي الكبير محمد فضل الله، من هنا برسل لك كل تحياتي. خش فين باب التلفزيون والمسرح القومي، في باب كده صغير، وانا كنت لافف في الحوش، خشيت بالباب الصغير اللي قدام جوا المسرح القومي. كل الممثلين الكبار موجودين في المسرح القومي، المسرحيين. ايوه مسرحيين، بقياده الطيب الشهراوي. فالطيب الشهراوي سلمت له وقلت له الطيب انا بحبك كثير والله العظيم. فعمل لي علاقة كده جميل، غرز فينا الدراما. من التواضع الطيب الشعراوي والصدى عبد العظيم غرزوا فينا حب الدراما. فبقيت تجيني هوس بتاع دراما، هوس بتاع فكر، هوس بتاع قضايا، هوس، والمجتمع السوداني مليء بالقضايا. من ذاك الوقت حبيت الدراما، حبيت يعني الدراما السودانية بحبها من الأول. وكلهم من هنا برسل لهم تحياتي، بالذات الطيب الشعراوي، الشخص الذي ابدع وامتع. توصل لك حاجه ان شاء الله. تسلم كثير. يعني بعد ذاك انت قلت انه يعني بقى عندك حوس بالدراما. نعم. او بقيت يعني متعلق بالدراما كذا. انت ما دخلت بيت المسرحيين وما دخلت المسرح القومي. نعم. الاول يعني فكره جاتك انك انت تشتغل في الدراما كانت شنو؟ هل يعني انت اشتغلت فيها ولا يعني راحت منك بعد ذاك وفقدتها؟ والله الحمد لله اشتغلت في مسرح. يعني في عندنا مدرسة الشهيد، هي مدرستي تحت الاساس، لميت بعض الشباب من مدرستي لما بدات حياتي. توصل ان شاء الله. وصلنا عملت مسرحيه كبيره جدا اسمها الواقع. ومن خلال انا كنا بنمثل في المسرحيه، حسيت انه الحته دي اكبر من عمري يعقوب. قلت انا جبت حاجه اكبر من عمري. لازم الحاجه اكبر من عمري اطورها. والمسرحيه دي كانت يعني اشتغلنا على بروفات، انا كنت في الصف الثالث. نعم. ثانوي اشتغلنا على، بجد لما خشيت الجامعه، يعني الجامعة من هنا أذكر جامعة السودان، يعني الجامعة التي فتحت لنا أبوابها في برامج ثقافية وأنشطة متعددة جدا. اشتغلت مسرح في الجامعة؟ اشتغلت مسرح في الجامعة الحمد لله. كل برنامج ثقافي نعم. أنا بطلع بمسرحية جديدة، فالبرنامج الثقافي الأخير طلعت بخمسة مسرحيات كانوا من تأليفي. يعني أنت خلال فترتك في الجامعة اشتغلت خمسة مسرحيات؟ لا هم كتار. في البرنامج الأخير خمسة ورا بعض، كنا نشتغل في السنة مسرحية واحدة. كان في اخر برنامج ثقافي بالنسبه لي قبل ما اتخرج خمس مسرحيات. خمسة مسرحيات كلها كانت من تاليفك؟ كلها من تاليفي ومن اخراج. اخراج وتاليف. اخراج وتاليف. ايوه. طيب يعني انت حسيت انه فكره الاخراج والتاليف دي يعني دي الادوار صعبه جدا بالمناسبه فعلا في السينما، هم يعني من اصعب الادوار هو التاليف والاخراج، لانه دائما انا بسمع من الشباب، من شباب السينما، انه بعاني من مشكله السيناريو، يعني دائما في عندهم مشاكل في السيناريو، انه ما يقدروا يوصلوا الفكره الاساسيه اللي هم عاوزين يوصلوها. طيب يعني انت اخترت فيها وشريحه محدده كده من المجتمع،
عشان تطلع فيلمك الأول؟ يعني إحنا هسه بنتكلم عن المسرح، بنتكلم عن السينما. سينما نعم. عشان أنت طلعت فيلمك الأول وهو عن يعني كان بيتحدث عن ستات الشاي. نعم. والسبب الأساسي اللي خلاك تتكلم عنه شنو؟ طيب أنا بعتبر إنه أكثر عنصر من عناصر الكائنات الحية معرض للخطر هي المرأة. المرأة لكن وين؟ لما تكون موجودة في مجتمع جاهل لا يقيم المرأة ولا يعرف قيمة المرأة. نحن في مجتمعنا السوداني ونحن الأم السودانية، الأخت السودانية في بعض الأسر، بالذات أنا ساكن في السينما أي بما يسمى جنوب الحزام. هنا عندنا كثير من القضايا. يبقى لنا سينما خلف الحزام. أيوة أيوة جنوب الحزام، يعني تطلع الصباح الأم شغالة في المصنع، شغالة ست شاي، ست الطعامين، ست هنا، بتجد معنا. رغم ذلك ما عندها مكانتها، البعض يفهم بالطريقة الخاطئة. سلطت الضوء على ست الشاي خاصة من البنات العمر الشباب، هم بيصلوا لمرحلة بتاع اضطهاد لفظي، فهم قاطع من الشباب. قلت عايز أحكز أسلط الضوء على البنتي ريهام الخيالية. ست الشاي عندها ظرف معين. كانت الشخصية بتاعتك في الفيلم. أيوة ريهام. واسم الفيلم ريهام. اسم الفيلم ريهام. ريهام الخيالية اللي عندها ظرف معين، ساقة وغادة تشتغل في الشارع. هنا برضه أنا بقول أكثر حاجة بخاف من الرجل كرجال عامة نحن المرأة، لكن يا مرة اللي عندها مبدع، اللي عندها قوة شخصية. جبت هنا ريهام تصدى لكل هذه الشخصيات والاضطهاد اللفظي اللي بتواجهه عند الشباب. فمن هنا برضه بشكر بالغز لعبة الدور ريهام في الفيلم. هنا بذكر ست الشاي اكيد هي عندها مكانتها. طيب انت اخرجت والفت فيلم اسمه ريهام. نعم. وهو عموما بيتحدث عن قضايا او قضيه ست الشاي. نعم. الفيلم بدا معك كيف؟ يعني انت لما فكرت انه انا عاوز اسلط الضوء عن الفئه دي، او عاوز اسلط الضوء عن 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 المراه او الفتاه التي تعمل كست شاي يعني. نعم. بدت معك كيف الفكره وخطواتك الاولى كانت شنو؟ طيب خطواتي الاولى، اول حاجه الفكره جت، انا كنت ممتلك حماد اول علوم الممثلين، ومن هنا المنتج الرائع نزار او نشاز محمد احمد، والمصور الرائع محمد صلاح، يعني شاب صغير جدا مولد 2000 من اصغر واحد في التيم، بارع ممتاز. مين برسل له تحياتي؟ محمد صلاح الرائع. وصلت حياه وربنا يوفقه كمان. اللهم امين يا رب. الفكره جاتني انه البدايه قلت اختار الاماكن، اخترت موقع السلمة. نعم. الموقع القريب، السلمة التي كبرت يعقوب. كل ما في يعقوب او كل ما موجود في السلمة بيحترم يعقوب، يقدر يعقوب، سواء كان معلق رياضيا او سواء كان صحفي. فحاليا قلت اقدم لهم حاجه جديده، هي الاخراج او التاليف. بدت قصه الفيلم وانا كنت بحاول، عملت استطلاع بسيط لبعض ستات الشاي. نعم. في الحي صادقتهم. شكل الاستطلاع كان كيف؟ يعني كنت بتسالهم اسئله شكلها طيب. كيف؟ كان بزالهم أزيلة كصديق. نعم. يعني دون ما أول مواجهة مباشرة. إن أنت عندك مشروع سينمائي. أيوة عندي مشروع سينمائي. ده بعد ما كتبت السيناريو، لكن قبل ما أكتب السيناريو كنت بقعد مع ستات الشاي كشاب عبيط ما أكذب عليك. بقعد ولقيتهم إن هم كلهم كانوا ضد الفكرة إنه يتخدم. ضد الفكرة. طبعاً أي شخص يعني أي بني آدم يسوي كوفي ضد الفكرة. ضد الفكرة. في واحدة اسمها هبة. هي بدي انا كنت يعني بحاول انه احكزها ما اكذب عليك احكزها، فقلت لي يا اخي انا ما كده، شوف لك واحد تكون كده. فقلت لها شكرا لك. هي ادتني فكره انه هم ما كلهم كده، في ظرف معين غادم. لا يعني انت كونك انت يعني فكرت انك تعمل فيلم زي ده معناه اصلا انت ضد الفكره دي. أيوة. يعني معناه أيوة. انت اصلا الفكره موجوده عندك. صح. انه انت يعني كيف انه المجتمع المفروض يتعامل معاه يعني. نعم. بي بي يعني هي باعتبار انها وظيفه خدميه. صح. يعني انها بتقدم الشاي وبتقدم القهوه. فانت يعني الاساس انت كنت عايز توصل الفكره دي. أيوة. انه كيف المجتمع يتعامل معه. صح. فبقيت تقعد معهم يعني بقيت تتكلم معهم تتونس. أيوة. معهم كده يعني قدر تاخذ منهم اراش تقدر تكتب بها سيناريو. صح. بديت السيناريو كيف؟ طيب بديت السيناريو كيف؟ القصه تحت السيناريو هي كانت قلت انه اول مره انا اعمل سيناريو وانا اكتب وانا اتحاور مع شخصيات. تخيل طيب الخيال عظمه يمتلكه الانسان هو الخيال. اتخيلت يعني الفيلم يكون كيف او الحوار ذات يكون كيف بين الشخصيات. فجبت ورقه وقلم اول حاجه فلوسكاب ساي، فبدات اشخبط بدات اتخيل انه يا اخي ريهام بتقول كده يا امي والله العظيم انا بعد ما وهي توفى بقينا ما عندنا زول. فانا لازم اطلع اشتغل. تشتغل شنو بدي؟ شاي. وانت تشتغل شاي ليه وعارفه انه المكان مليان شباب مليان كده وهنا. بديت انزل الخيال اتخيلته والكلمات اتخيلتها من رموز لكلمات. ورقه عاديه جدا
كنت بساهر مع قدو عارف توني مشاهد فات كنت بساهر له يومي بساهر في مشهد عشان يكتمل بالرؤية الكاملة. الأسماء الحقيقية هي كانت أسماء حقيقية أسماء أصحابي الحقيقية ما جاني المدى بتاع الأسماء الصعبة اللي اسم واحد هو اسم خطاب وريهام الاسمين دل وفعلا خطاب ذات اسم كان حقيقي من برضو رسالتي حياة خطاب فكتبت السيناريو انتهيت من السيناريو بدأت بعد كده جمع الممثلين اللي هم أنا واثق منهم هم موجودين واثق من المنتج اشتغل معي قبل كده يعني اشتغل معي المسرح صار لي مسرح في ال في ال عارف إمكانياتهم عارف إمكانياتهم وكذا وفي البداية قلت لهم إحنا كبداية كلنا حكون عندنا نقطة الضعف ودي نحاول نصهر ببدايتنا كده ونعالج نقطة الضعف فيما بعد وفعلا ظهرنا وكبرنا نفسنا في الفيلم ذاك على زين نصهر وحالي لنا الشرف إنه وصلنا سودانية 14 يا سلام نحن كمان سعيدنا بك جدا والله يتشرفنا بك كثير يعني من كلامك ده الجميل ده يعقوب نحن نمشي نشوف يعني دقائق من الفيلم ناخذ ملامح كده عن الفيلم بتاعنا تمام اوكي تمام خير ان شاء الله يا بنتي امانة والله بعد ما ابوي توفى وبقينا ما عندنا ظهر وانا اكبر وحده في البيت انا قعدت وفكرت مع نفسي امي انه انا لازم ابقى لك ظهر وانا لازم يا امي امشي اشتغل واجي واساعدكم اشتغل شنو صاحبتي بعرفها برتني انه في زول في السوق هي بتعرفه عنده مكان في السوق البيت دي شكت منك تمام انا داير اوريك حاجه البيت دي قاعد تجي المحل ده هنا ما قلت ادب ولا عدم شغله منك البيت دي شايله اسره كامله في راسها ابوها متوفي امها عيانه عندها اخوانها اصغر منها في المدرسه طلبه بتجي تسترزق من السوق هنا تمام وانا داير اقول لك حاجه انه ما على اساس انه جات قعدت وريست شاي تخد فهم خاطئ عنا او تفكر انه البيت دي مثلا كعبه هي ما كعبه كويس وتاني حاجه الظروف دي ممكن تمر على اي زول يقعد في السوق يقعد في الشارع في النهايه هي لقمه عيش ربنا بسخرها لك محل ما انت كنت قاعد على اساس انه انت تجي وتخد مفهوم خاطئ ولا معاك اولاد هنا يا اخي كل يوم في بيت جديده في بيت كذا في بيت كعبه في بيت انا دار اشتريها بقروشي عشان تمشي معاي الكلام ده غلط الظروف دي ممكن تمر على اي زول ممكن تمر على اختك في يوم من الايام حتجي تلقى اختك قاعده محل البيت دي يجوا شباب على اساس انه عاكس اختك ما حيرضي انت ليه بتعاكسها انت عرفت ظريفه شنو اعرفها ممكن كانت تقيت معاها تقعد معاها يا أخي مالك يا بنت الناس انت شغالة الشغلة دي عشان تعرف وتتأكد انه في ناس الظروف بتجيبهم في أكعب محل في النهاية هي ظروف قول له كلامك ده أنا مقعد أخش راسي قول له كلامك ده أنا مقعد أخش راسي انت دفعت لها كم
أكثر مني أنا. أنا دفعت لها الاحترام، دفعت لها التقدير، عرفت مكانها لها، عرفت إنها هي جاية وقاعدة ومتحملة ناس زيك. ليه؟ أول سبب اللي بخليها تجي على أساس إنه تقعد في السخانة دي. ليه؟ في النهاية أنت يا أخي ما تفكر تفكير سلبي، ممكن تفكر تفكير إيجابي. بس أنا شايف ده كلهم واحد دفع لها واحد أكثر تقول لك دخل دي حبيبي وده جيراننا وده خطيبي ويا الكلام ده أنا ما قد ينفهمها يا بابا. باقي نصيحتك دي وفرر نفسك وشوف أنا وش بجيك راجع تاني يا ماما. ليك عارف أحلى ولا يا قبيت كذبت الكلام ده كله رسل يعني. نعم. الكلام النصايح اللي كانت بتتقالت تحاليا من كده السيناريو ده كله كده يعني. انت الفيلم ده من بداته لحد يعني ما في شباب ده ما تدخلوا في شكل السيناريو بتاع والله يتدخلوا الشباب ده طبعا ما شاء الله عليهم يعني. اي زول لا يعني انا جاني الاحساس ده بالمناسبه عشان سالتك السؤال. أيوه انه يعني اي واحد من الشباب ده اللي بيكونوا اشتغلوا معاك ده اللي بيكون عنده فكره انه المفروض انا نحن ننصح النصيحه دي المفروض نقول الكلام ده المفروض ندي الجمله دي المفروض. نقاط كثيره جدا من 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 واقع الشباب ومن خلال معايشاتهم يعني الشارع العام. اي زول فيهم بيكون عاوز يدلي بدلوه يعني في النصايح دي او في نعم. فعلا الشباب ده كلهم من هنا يعني هم ممتازين جدا. انا قلت لهم السيناريو قلت لهم ده سيناريو لكن انتوا 90% السيناريو ده 1% عايزكم تطلعوا الحاجه جواكم. بالذات يعني احمد اللي هو ممثل دور الخطاب وده صادق اضاف حاجه جميله جدا اللي كان بيدي في النصائح دي اسمه بدي ده اسمه احمد يوسف ممثل دور الخطاب. يعني شايفه كان بيتكلم كده بتحس انه الحاجه طالعه من جوا. أيوة يعني احساسه كان عالي جدا في المشهد. صح مين الله برسل ده صديقي في الجامعه يعني ممتاز جدا ممثل معي في الجامعه كثير. هم كلهم يعني يزول طلع حاجه الجواو اضاف حتى بالغز اللي هي ريهام حتى دخلت في الاخراج عندها معطيات في الاخراج. قلت لي عقب لا نعمل كذا نعمل كذا. اشتغلنا احنا كتيم او اشتغلنا كشباب عندنا حاجه دايرين نطلعها. ما هذا ممثل ده مخرج ده منتج ده مصور لا كلنا يزول عنده فكره طلعها في الفيلم عشان نصل للجمهور. ودي كانت اول تجربه سينمائيه لك. ايوه اول تجربه سينمائيه لنا. متعبه كانت؟ والله متعبه كذا عليك متعبه جدا. متعبه طالعه من جوا في الموضوع فيها صعوبات يعني الصعوبات والمعاناه بتخلق الفرد. نعم. والمعاناه اللي جيناها في الفيلم هي حالات حاليا قاعده دي معك اقسم بالله. يا سلام. ويعني من هنا والله بصراحه انه يزور طلع جوا بعيد عنك ثاني اشتغلوا برام فريدين من نوعهم محمد صلاح كمصور محمد موسى استاذ بيان منى حتى رهف صمتها يعني كانت عبر. هي دي يعني قضيه من المجتمع انت حاولت انك انت تسلط الضوء كده. نعم. على قضيه من المجتمع لانه. نعم. هم دائما بيتعرضوا لمضايقات والمضايقات دي هم يعني شايفين انه يعني مفروض يعني يتحملوها. ليه؟ لانه عندهم اسباب ثانيه هي اللي خلتهم انه يشتغلوا مثلا. صح. في الوظيفه الخدميه دي. طيب انت يعني تجربه انتاج فيلم روائي يعني تجربه مكلفه الموضوع. نعم. مكلف يعني انك. نعم. تمشي اماكن اعمال وعندك كاميرا وعندك ممثلين وعندك. نعم. ترحيل يعني الحياه دي مكلفه جدا يعني. انتاجك للفيلم الاول دي تمكنت انت ومجموعه الشباب دي كيف من اكمال العمل ده؟ طيب من هنا برضه في ناس يعني دعمونا دعم مادي ومعنوي دعم معنوي. نعم. ودمي محمد دعم المعنوي اللي تحتاجه الفرد في بناء حاجه بيخليك تستمر وكده بقيادة عاطف وبقيادة إسماعيل كل الحياة دعمنا دعم معنوي. نعم. أما الماديات فالفكرة أنا ذاتي سبحان الله الفكرة ذاتي لما جاءت في بدايتها اعتبرت أنه فكرة بسيطة جدا حياة بسيطة جدا حسيت أنه الموضوع مكلف كثير. أيوة مكلف كثير. قعدنا كشباب زي فريق كرة القدم يا جماعة الليلة دعنا نصور وإذا دعنا نعمل وجبة فطور بنشيلها شهر نجي الممثلين شهر نجي من ده من ده من ده من ده من ده بنجيب الفطور. المصور صح في البدايات كان ما عندي معرفة لكن بعد وصلنا لمرحلة التصوير وكذا شخص ممتاز جدا أما صلاح المنتج بالذات نزار أنا مين الله بشكر نزار شديد جدا شخص ساهر الليالي شو الإنتاج صعب. نعم. ساهر الليالي من أجل إخراج المادة دي وبشكره وكلهم بشكرهم. الحياة كانت ذاتيا كانت ذاتيا التكلفة من الشباب هم ذاتهم وفي ناس برسل لهم انه كل حياتي لدعمهم. في صعوبات لقيتك كده اثناء في الصعوبات طبعا لما يكون ما في يعني انتاج كده بشكله المحترف. صح. اكيد بتلاقيكم صعوبات يعني. أيوة مثلا أيوة او مثلا عاوزين تصوروا مشهد ما تلقوا طريقه تصوروا مشهد ده مثلا. أيوة. لانه في نقص في شيء معين يعني اوريك موقف حلو كده
كنا عايزين نصور مشهد في احمد ده ساكن الكدر. نعم. يوم التصوير ومحمد صلاح عنده كاميرات هنا في الرياض. عايزين نصور جامعة الثورة. في مظاهرات بسيطة قامت. احتجاجات في الشارع. احتجاجات في الشارع وكذا الكوبري قفل. وفي بعض بلغيز جات من درمان. بلغيز جات من درمان جات الصباح وكذا نقعد في نبدا التصوير. بتصل لاحمد انت وين؟ لا يعقوب ما لقيت طريقة اطلع نهائيا. نعم. محمد انت وين ما لقيت طريقة نطلع؟ عملنا تأجيل. صعوبات الاحتياجات عملنا تأجيل وكذا. في تهجير في أسباب كثير جدا خلتنا نأجل، في صعوبات كثير جدا واجهتنا. أنت قبل برضه قلت لي إنه غيرت يعني تكلمت تحت الهواء قلت لي غيرت الموقع. أيوة. من صورته من مكان في الشارع. أيوة. عملته جوا البيت وركبته. نعم. الشكل كذا بتاع إنه لا 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 جبت الترابيزة والكراسي. صح. وعملته السيت بتاع التصوير يعني جوا بيت. نعم. طيب دي لما انتقلنا لمرحلة تانية أول عملنا إعادة للفيلم ده. كان معنا أستاذة اسمها ألا ألمي هي برسلات حياتها وكل أسرتها. يعني اجتهدت معنا كثير لتصل معنا للمرحلة بتاعت الفيلم. هي كانت تمثل دور ريهام. كانت تمثل دور ريهام. نعم. برفض معنا لكن لما جينا عن التصوير فضلنا ظرف خاص منعنا تحضر معنا التصوير. أو تصوير معنا الفيلم. بعد ذاك استعنتوا. أيوة استعنا بالغز. استعنا بالغز عملنا التصوير. طيب لما استعنا بالغز كنا في نفس المكان لقينا إنه الوضع العمني كده شوية صعب. التصوير خارج الشارع فانا حسيت بالحته دي قلت له لازم اختار مكان من هنا بس تحياتي لخالتي محاسن فتحت لنا بابا وبيتها خالتي محاسن وخالتي جميله ما قصروا معانا في الحته دي خلوكم تشتغلوا خلونا نشتغل في بيتهم قلت له يا عقوب بالذات خالتي محاسن قلت له يا عقوب البيت ده بيتك عامل فيه ما انت داير ترى شكرا لك كثير عملت فيه ست اشياء جبت مكان اخترت كده ركوبه كده وجبت الصندوق والكراسي وهنا ضبطنا لو نقول بالدارجة جنبه بتاع ست الشاي لقيت المكان جاهز لما جاء المصور قالوا لي يا سلام ممتاز جميل جدا انت اخترت مكان جميل حي متعنانا في التصوير. نعم. يعني حتى المنتج نزار قال له يعمل كده جميل جدا حنقدر نبدع الممثلين برضه من غير الجوطة بتاعت الشوفة وكده وهنا بعد ذلك بدأت تصور المشاهد بعد ذلك بقينا نصور المشاهد كلها كانت بس في حتة واحدة في حتة ست الشاهد وما بين بيته ولا كان في مشاهد تانية في المناطق تانية لا في منطقة واحدة مشاهد كلها في منطقة واحدة لأنه الفيلم أصلا محتوى السيناريو من 8 مشاهد مختصر في حتة معينة مختصر في حتة معينة وفي مكان معين إبداع المنتج نغنى وإبداع المصور نغلونا لي مواقع تانية بسيطة هي إضافة مع بين لقطة ولقطة. طيب يا يعقوب أنت قلت يعني أنت لما بديت تشتغل في المريهام ده ما كان عندك فكرة نهاية عن السينما. كيف تصوير السينما يعني أنت انتقلت من أنك أنت إذا كنت معلق رياضة وإذا كنت مثلا في مجال الصحافة طوالي بيد مخرج وبيت مؤلف. نعم. المخرج ده انت بتكون ماسك الكاميرا يعني انت بتحرك الكاميرا. صح. الافكار دي او الخبره دي جبتها من وين انت يكون في تصوير كده انه يكون في تصوير الخبره دي انا ما مارست الحاجه دي شديد. الزوايا ده بتاعت المصور تلاقي محمد صلاح المبدع مولد 2000 ده هو احيانا بديني زوايا صح بيقفل في الزاويه محمد يعني انت بس عندك صور في راسك. أيوة. هو يعني انت بتشرح له ان الصوره دي انت عاوزها كيف هو كم ينفذها لك. ايوه هو بنفذها هو بيختار. هنا في السودان كان عندنا برنامج اسمه سينما الشباب يعني أيوة. تابعت البرنامج ده شفت التجارب بتاعت الشباب سينما الشباب ده من اهم الحاجه اللي خلتني انه انا اختار فيلم وعمل فيلم اسعي سودانيه 24 كنت احضر كل يوم جمعه. نعم. برنامج سينما الشباب بيختاروا الافلام وكده وهنا بيستمتع بالحكايه دي فانا قلت يا يعقوب يا اخي انت ليه ما تصل المكان ده؟ عندك تجربه زي دي يكون عندك تجربه زي دي يعني عندك الافكار عندك المحتويات انت لازم تعمل حاجه بسيطه. نعم. عشان تقدر تصل للناس زي برنامج سينما وشباب والدافع كمان انا بقيت استخدمه كدافع بالنسبه للممثلين بيجيبهم قعدت اقول لهم يا جماعه الفيلم ده احنا بنعرضه عارفين وين؟ في سينما وشباب. سينما وشباب ده برنامج في السودانيه 24 حنعرضه هناك لانه بيجيبوه كل يوم جمعه بقت عبارة عن نمط كده بتاع دافع. نعم. بيستخدم الممثلين فقدروا يوصلوا وقدرنا نعمل الحتة دي بشكر كل طاقم التيم برنامج سينما شباب ما في عقوفات لا في شاب كده غرس فيه الفكرة دي انه يوصل السودان 24 توصل حياك اليوم ان شاء الله يا يعقوب. طيب انت بعد ما يعني الفيلم ريهام ده تجربتك الاولى السينمائية. نعم. في سينما الشباب. نعم. بعد ما انتهيت من التجربة دي اكيد حسيت بانه في يعني لقيتك صعوبات كان في نواقص. نعم. كان في اشياء انت ممكن تتفاداها في التجربه الجايه انت. نعم. الشيء الحاجه دي كان شكلها كيف؟ طيب انا هنا بحب اشكر جمهور اليوتيوب الجمهور الالكتروني. احنا النزار قال لي يا عقوب اختعل ننشر الكترونيا اول حاجه شوف له ده الافعال كيف.
كلاوكي تمام. نزلتوه على اليوتيوب. نزلناه على اليوتيوب يوم اثنين اثنين تقريبا اثنين اثنين. لما وصلنا يوم تسعة عمل 182,000 مشاهدة. النسبة دي تفاعلت فيها بطريقة جميلة جدا، حتى التعليقات كانت ممتازة. أي جانب سواء كان إيجابي أو سلبي أنا أعتبره تعليق ممتاز، لأنه التعليقات السلبية اللي اتفق على جمهور اليوتيوب اتفق على إنه صوت الموسيقى كان عالي. كنت تقول حصلت على في المشهد الأول دي كانت صحيح. أنا هنا كانت أعلى من الصوت. أيوة بحب إنه ما هو ما تبرير لكن توضيح بسيط. أنت بعد ما خلصتوا الفيلم يعني بعد ما انتهيت منه منتجتوا الفيلم كده وطلع بشكله النهائي كده ما حاولت تعرضوه لزول يعني محترف أكتر في مجال السينما إنه يوريكم بعض الأخطاء الموجودة مثلا في ولا بس أنتوا عايزين تطلعوا التجربة دي بشكلها كده وبعد ذلك تشوفوا أخطائكم كانت وين؟ أيوة أنا بنفس الكلامات بالضبط. إحنا حقولنا نطلع شوف الأخطاء وين ونبني الأخطاء على حسب التوجيهات. ويعني في ناس كتير جدا وجهونا في عده. انا عرضت جاتك توجيهات بعد ما انت نزلت الفيلم على اليوتيوب؟ توجيهات بالذات في مشاكل في كذا وكذا. صح توجيهات من اليوتيوب بالذات من شارع 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 حلتنا وشارع كذا. عرضت لهم بيت بيت يزول اداني توجيه براو يزول اداني رؤيه براو يزول اداني كلام براو في حته دي اتفقت على ناس اليوتيوب. اليوتيوب اتفقوا في حاجه واحده، اتفقوا في انه الموسيقى عاليه في انه يعني بعض اللقطات الممثلين جداد وكذا. في حاجة حنبني عليها إن شاء الله في الخطوات الجاية في الفيلم الجاي. موسيقى عالية دي عبارة عن كانت الفيلم الجاي ده فكرة تكونت ولا لسه؟ تكونت وانتهت من السيناريو. يا سلام. طيب ممكن يعني كده نحن نستفرد بالموضوع ده كده طيب. حيكون على شنو؟ الفيلم الجاي هو السعادة المؤقتة. السعادة؟ السعادة المؤقتة. أيوة. هنا أنا بقول لك إنه الحب مملكة لا يتحملها صاحب القلب الضعيف. ليه؟ لأنه فيها صدمات. مملكة كبيرة وفي صدمات كثيرة. والحب برضو لا يحتاج لأماكن أو أوضاع، يجي فيه مكان الحب. السعادة المؤقتة هي قصة بتحكي عن قصة عاطفية وأيضا درامية وفيها نبض بسيط من الأكشن. ويعني من دي انتهيت الحمد لله من السيناريو بتاعه قلت لك. حاليا في الطباعة وقصة حتبدأ تنفذه طوالي. حنبدأ تنفذه طوالي. هي قصة عاطفية بين علاقة بين أنا داخل لك في الخلاك تنتقل من القضايا للعاطفة شنو؟ يعني العاطفة الجنس بالعاطفة عمل عنف بيمارسه في أنفسنا على فكرة. أي شخص محتاج العاطفة دي غريزة دي طبيعية كده فطرية كلنا محتاجين العاطفة. ده فيلمك الجاي كده اسمه السعادة المؤقتة. السعادة المؤقتة ربنا يديم عليك السعادة يا يعقوب. ربنا يحبب الناس فيك كده إن شاء الله وتبقى من الأسماء المعروفة جدا في مجال السينما في السودان. ونحن محتاجين كتير شباب يكون عندهم خبرات في السينما يكون عندهم يعني ما شاء الله لو حصل الفترة اللي فاتت كثير من الشباب شاركوا في مهرجانات عربية ومهرجانات إفريقية وكمان آخر واحد كان الفيلم اللي اتعرض في برلين كان شارك في مهرجان السينمائي في برلين برضو كان فيلم سوداني. يا ربنا نديك الصحة والعافية ونستمر في أعلى المكانات إن شاء الله بين المهرجانات السينمائية وتشارك في كل المنصات السينمائية إن شاء الله رب. إن شاء الله رب. شكرا لك كثير يا يعقوب نحن سعدنا بك جدا. صباح الخير عليك مرة ثانية. تسلم كثير أساس لك تصرفنا كثير تسلم كثير. ده يعني ملفنا الثاني من سينما شبابية خلف الحزام الأستاذ يعقوب حسين. نحن شكرا له كثير جدا وجوده معنا اليوم في الاستوديو.